في كل فيلم زمان شفته هتلاقي عربية قديمة أنتيك وعليها 100 قيمة. كل عربية اتشافت وراها كان سيد سيمة. ازيك يا عم سيد؟ اهلا بقى كل اهلا بيك، الله يخليك. خليك شفتكش كل. من زمان، الله يبارك فيك. وانا كتير فعلا. ايه المكان الجميل ده يا عم سيد؟ انت عامله زي متحف. متحف، عامله متحف لاي الشغل لاي حاجه، مكان نصور فيه بسقف عالي زي بلاتو. وبرانق وبرامق وكله تمام، يعني كل فعلا حاجه، وعامل اوض مكياج وحمامات وكل حاجه موجوده فعلا. يعني ممكن كل حاجة الناس كاملة. تصور هنا ودكاكين برضه، خد بالك لو حب يستخدمها برضه، خد بالك يستخدم فيها حاجه برضه، يعملها عجلاتي، يعملها فكهاني. شمال ويمين، عامل كل حاجه موجوده هنا جاهزه كلها للشغل. استوديو جميل يا عم سيد. العربيات حلوه، الواحد مش عارف يعني يبتدي بايه ولا ايه ولا ايه. تحت امرك. ايه العربيه دي يا عم سيد؟ دي عربيه اوبرن، دي سنه 1900. اوبرن 1900 1900. عيش النمل، راديتير عيش النمل. الرادياتير ده اسمه عيش النمل. عيش النمل. والتصاد دي نيكل، دي بتاعتها على ابوها، اصلي على ابوها كلها. وده البرامي خشب. برامي خشب وكوبرلي، عربيه نادره خد بالك. الشنطه دي برضو، دي شنطه بتتقفل، ده كرسي اهوت، ده كرسي، ده كرسي، ويطلعوا من الحته الصغيره دي. ممكن اقفله بقى الشنطه، افتحه بقى الكرسي، على حسب انا، على حسب اللي معايا يعني. ممكن اقفله كده اهو كده وخلاص، كده بقى شنطه، بفتحه بقى كرسي. ودي حاجه ايه يا عم سيد؟ دي عربيه السادات، رئيس السادات. دي عربيه محمد انور السادات؟ مش شبه شخصيا؟ لا، ما دي العربيه طالعه من الرئاسه، كان هو كان بيركبها، دي العربيه الوحيده كان بيركبها. حتى المسند بتاعها اللي هو كان بيستند عليه موجود على الكرسي ورا، لو كان بيقعد ويحط ايده على المسند بتاعها، موجود في العربيه ورا. الله يرحمه. عربيه نازله. والكارتات دي برضو عليها التاج. ما دي حنطين ملكيه برضو، بشتغل بيها بوابه حلواني، قصه مدينه، شارع جديد، جمهوريه زفته، جميع الاعمال كلها بشتغل بيها. دي قصدك الجمهوريه زفته وكده، دي الاعمال الفنيه اللي الحاجات دي اتصورت فيها. كل الاعمال كلها القديمه كلها انا ماسك التاريخ كله، بقى لي حوالي فوق 55 سنه انا في الوسط الفني. كل الاعمال القديمه كلها كانت مسلسلات او افلام او اي حاجه، ده تاريخ الحاجه، حاجته كلها بتشتغل في الاعمال كلها. اول عربيه اشتريتها ايه يا عم سيد؟ عربيه اوستن موديل 36، اشتريتها ب 70 جنيه. 70 جنيه 70 جنيه ده يعني تقريبا كام دلوقتي؟ النهارده تعمل النهارده يعني فوق ال 300,000 400,000 ب 75 جنيه دول. بقول لك ايه يا عم نعم سيد؟ نعم. ما ينفعش نقعد كده في حته نكمل كلامنا كده؟ اتفضلي نقعد جوه؟ اتفضلي تعالي. ايه الحلاوه دي؟ اتفضلي. اخش انا الاول؟ اللي هي وانت تقعد ورا الدريكسيون؟ ما فيش مشاكل. ماشي. بص الفيتيس طالع ازاي؟ طاره خشب، بص الطاره دي طاره خشب، طب لون خشب. تعالى يا عم سيد. زمان بقى في الافلام كانوا يركبوا ويعملوا على الفاضي كده. انور وجدي طول النهار تلاقيه عامل كده. هي العربيه كانت بتصور وهي واقفه، كان عربيه بيهزوها نفر او نفرين من ورا بيهزوا العربيه، وهو يعني ايه باكش غاب العربيه كده، اكنه ايه العربيه ماشيه. ده الحاجات كانت بتعمل خدع يعني. دي ركوبة ملوكي جدا يا عم سيد، جدا يعني. هي عربية طبعا شيك جدا طبعا، وعربية نادرة مفيش وقتها طبعا في مصر ولا بره مصر. ايه اللي اداك الفكرة انك ممكن تشتري عربية وبعدين تأجر العربية دي في السيما؟ ولا الأول ابتدت هواية كده مقتنيات؟ لا، هي كانت هواية والاتنين يعني. أنا غاوي سيما من الطفولة وبحبها، وكان نفسي أمنيتي طبعا أنا أجيب عربيات واتفرج عليها، اللي كنت بشوف الافلام اللي هي ابيض واسود طبعا القديمه اللي ديت. بدات اجيب العربيات ديت، حبيتها طبعا، بحبها من الطفوله، وكان نفسي تطلع في الوسط الفني، وفعلا طلعت في الوسط الفني وبقيت اشتغل بيها في الاعمال كلها. ايه اللي كان خلاك كل في اعمال الاول التاريخ؟ قول لي كنت بحب السيما، ايه اللي خلاك تحب السيما في الاول؟ من الطفوله كان لينا خد بالك سيما عندنا في سرا القبه. كان في سيما، وكان في واحد قريبي شغال فيها. انت منين يا عم سيد اصلا؟ الاصل بتاعنا صعيدي.
من الصعيد. من بس ديشنة. جيت مصر من دشنة. من دشنة. من قنا مش من دشنة. ما قنا تبع دشنة. ما احنا لسه جايين من قنا فعارفه دشنة. بس انت جيت بقى هنا الأميرية، دي الحته اللي قعدت فيها هنا. بس الحته الاساسيه بتاعتنا سرايا القبه. سرايا القبه. القرايب كلهم سرايا القبه. وكان في بقى هناك سينما كنت تروح. في سينما الفلوجه هناك دي معروفه بس بتاع تهدد ديت كانت معروفه، وكان ليا واحد قريب شغال فيها كنت كل شويه اروح له اخش السينما ببلاش. تحب السينما؟ وكنت بخش السينما باي سينما تانية كنت بخشها بارسال. برسال كانت الارسال دي كانت ايه؟ كانت 10 مليم. الشغل كله كان بالمليم وتعريفها والارسال. باباك لما كان يلاقيك تاخد القرش ساغ اللي عندك وتروح بيه السينما ما يزعقلكش؟ ما هو كنت باخد انا منه خباك ارساغ عشان اخش بيه السينما، وبعدين كان يوفر ما يديش الارساغ عشان اخش السينما عند واحد قريبه اخش السينما ببلاش. ببلاش. واول 70 جنيه لما اشتريت بيهم عربيه قديمه. والدك ما اعترضش لما لقاك محوش 70 جنيه واول حاجه بتعمله بيه بتروح تشتري عربيه كهنه كده؟ ما هو انا اقول لسيادتك ما هو كان فرحان ان انا بحوش باخد الفلوس بحوشها. ان عندك مشروع. باخد يعني انا كان في دماغي حاجات لازم اعملها. كنت باخد الفلوس دي وخد بالك احوشها، وبعدين بدات اجيب العربيه اشتريها واجيب غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. انت لما بتجيب بقى العربيه القديمه دي بتصينها ازاي؟ عندك اسطوات مثلا ميكانيكا معينين بتعملوا ايه في العربيه لما تلاقيها؟ دي الحاجات دي بعدين انا اتعلمت ميكانيكا عشان انا ابدا اصلح العربيه بنفسي انا، بعد كده اتعلمت ميكانيكي واشتغلت مع خواجات عشان اتعلم الصنعه، وبعد كده من الحب في العربيات. يعني عشرت الخواجات؟ ايوه طبعا اشتغلت معاهم، اشتغلت مع خواجه انطون وخواجه اميانتي واشتغلت عن دول. كانوا في شارع شامبليون ولا كانوا فاتحين؟ كان في البلد تحت، وكان في هنا في غمره اللي هو خواجه واخوه انطون ده كان في غمرين، وكان في صار اوبا خد بالك المهندس محمد الشيمي ده برده كان عنده برده جراج كبير برده، كان برده اتعلمت عنده برده. اتعلمت عنه. بقول لك يا عم سيد، المكان كله صور فنانين ومشاهير ويعني صور ناس كتيره قوي جت هنا او ركبت العربيات دي، مين اشهر ناس اشتغلت معاهم؟ جميع الممثلين طبعا، انا احب طبعا الاستاذ عزت ابو عوف ده حته مني. عزت ابو عوف مجنون عربيات. الله يرحمه. مجنون عربيات، يحب يركب العربيات او يحب كل عربيه انا اجيبها في التصوير يحب يركبها ويلف بيها. اما الفاروق الفيشاوي كان بيضحك عليا يستهيني وياخد العربيه مني وياخدها يلف بيها ويجري بيها ويسهيني بيلف بيها، ده بالنسبه لفاروق الفيشاوي. وبرده خد بالك محمود ياسين برده كان برده يعني ايه، بس يعني مش يعني ها حاجات كده خطوات بسيطه يعني. عائل كل واحد ليه كان ليه شكل معين. ايه اشهر انواع العربيات القديمه اللي تفخر كده بان عندك في اسطولك؟ هو الماركات كتير يعني، عربيات كادلك وويك وفوكس هول ودوتش. انت سايق ايه يا عم سيد دلوقتي؟ نعم. هتقول لي ميني مثلا. عربيه اوستن. إيه عربيه اوستن. انت دي عربيتك اللي سايقها اوستن؟ معقوله؟ دي اللي بتروح وتيجي بيها الشغل؟ دي فيها تكييف دي ولا لا؟ من غير تكييف. طب بذمتك يعني؟ معلش ما هو ما كانش فيه تكييف، العربيات ما كانش ليها تكييف، هي كلها ساخن بس ما كانش فيه، كان فيه هوايات تدخل هواء للعربيه، كان فيه فتحه سقف تدخل هواء للعربيه، في شراعات تدخل هواء للعربيه، كان فيه الكعبات دي كلها كانت ساخن ما كانش فيه التكييفات، التكييف من العربيه منها فيها. انت حد من ولادك ورث الصنعه دي معاك يا عم سيد؟ عندي ايمن طبعا خد بالك هو اللي بيهتم في الشغل معايا وبيطلع تصوير وبيطلع الشغل معايا. بيحب التصوير. مين اللي سماك سيد سيما عم سيد؟ الاستاذ يوسف شاهين طبعا. يوسف شاهين. عملت معاه افلام كتير. عملت كتير معاه طبعا، عملت معاه الحرب العالميه الثانيه، وعملت فيلم بتاع دليدا، وعملت حاجات روس وحاجات امريكيه. فيلم دليدا اللي هو اليوم السادس. اليوم السادس انا عامله معاه، وعمل حاجات كتير قوي يعني اتعلمت منه كتير كمان الراجل دوت. الله يرحمه علم ناس كتير قوي، علمنا كلنا. كان مدرسة يعني مدرسة بصراحة، ورجالته كان يعني متنقين يعني على الفرازة كلهم كويسين في الشغل وفاهمين شغلانة فنانين. كلهم. عشان انت بتحبهم عشان زيك عشان انت غاوي. وانا اخبارك ليا صور عندهم هنا مطلعها فوق مع انا وهم صور كتير قوي مع الرجالة بتاعت يوسف شاهين كلها. طب تعالى ننزل بقى ناخد لفة كده وتفرجني وقابل ايمن لو موجود ابنك. موجود. يلا. حاضر. دي بتفتح من جوه يا عم سيد ولا من بره؟ ومن جوه تفتح عادي. لازم لنا شماشيرجي يفتح الباب في الشياكه دي.